مرحبا واهلا وسهلا فيكم متابعين عالم سيارات. اليوم تجربتنا رح تكون لسياره جديده بالكامل طال انتظارها، وهي حددت مسار سيارات الاس يو في الفاخره. عم نشوف التصميم من خلال الشبك وشخصيه الجيب بارزه بشكل كتير كبير على سبع فتحات يلي تعودنا عليها على مدى السنوات. مصابيح من ال اي دي، تصميم جميل جدا، نظيف وبسيط. سياره اس يو في بحجم كبير بتسع سبع ركاب او ثمان ركاب. من الجهه الخلفيه فينا نشوف تصميم ايضا، تصميم بسيط جميل جدا. بنشوف الكروم عم بيلف حول المصابيح الخلفية، والكروم يلي عم بيلف على الزجاج الخلفي. هيدا الشيء عم بيعودوا فيه للتصاميم القديمة على الواغونير من عام 1963. بنشوف ايضا مصد نظيف بالكامل، ما في عوادم، وهيدا عملية التحويل اللي عم تتم من محركات يلي بتعمل بالوقود الى محركات الكهرباء والسيارات الكهربائية. لاحظنا انه شعار الجراند واغونير بحجم كتير كبير موجود الجهة الخلفية، الجهة الأمامية، وعلى الجوانب، ومحاط بلون البرونز والكروم. من الداخل مكسورة فخمة بامتياز، الأخشاب والجلود ممزوجة ببعضها بطريقة جميلة جدا. والمميز وبيلفت واللافت للنظر هو وجود تسع شاشات داخل المكسورة. عنا شاشة ديجيتال قدام السائق، شاشتين فوق بعض بالوسط، عنا شاشة جنب السائق، عنا الهدف ديسبلاي، عنا شاشة المراية الموجودة بالمرايا، عنا شاشتين للترفيه بالخلف، وشاشة بالوسط للتحكم بالمكيف. تصميم الكراسي مريح جدا وجميل جدا. ايضا عم شوف الخشب كيف موجود مع كلمة جراند واغونير محفور عليها. زر تشغيل السيارة موضوع بطريقة جميلة جدا، وفينا نشوف مسند اليد المريح، ويلي هو فعليا بتوفر بتلاجة. تم المحافظة على بعض الأزرار هون لحتى تكون شورت كات لتاخدك على الإعدادات يلي بتتحكم فيها من خلال الشاشة. فينا نشوف الكرسي اللي بيخلينا نتحكم بعلبة الغيارات، ونظام رفع السيارة وخفضها، وإعدادات القيادة. بالنسبة للمقود عم نشوف تصاميم مستوحاة من الجيل الأول عليه الخشب، ومنلاقي التصميم والكروم يلي عم بلف عليه نفس النظام يلي عم نشوفه على التابلو. وأيضا فينا نشوف على فتحات المكيف اللون البرونزي يلي عم بيعطي مزج بالالوان بين الكروم والبرونز، والخياطه يلي هي مستوحاه من لون العسل. بتوفر الجراند واغونير بسبع مقاعد، وبامكانك طلبه بثمان مقاعد. سبع مقاعد مثل ما ذكرت لانه المقاعد مفصوله مع مسند اليد والشاشه يلي بتتحكم بالمكيف وتبريد وتسخين الكراسي. ومثل ما عم نشوف بالصف الثالث والمساحه اللي عم تتوفر فيه، وايضا بامكاننا التحكم بالكراسي كهربائيا. وفي عنا مخارج يو اس بي عادية وتايب سي على الجهتين، وحاملات اكواب. واكيد الفخامة ما بتقتصر فقط على الصف الاول والصف الثاني، لبل وصلوها ايضا للصف الثالث براحة ومساحة جيدة جدا. منشوف عنا فتحة بانورامية بحجم كبير بالجهة الامامية للركاب الصف الاول والثاني، وحتى ركاب الصف الثالث عندهم فتحة سقف. النظام الصوتي الرائع الموجود بالجراند واغونير هو من شركة ماكنتوش، بيعطي صوت رائع من خلال 23 مكبر صوت موجودين ب 16 مكان، مع سبوفر موجود بالخلف بقوة 1375 وات. بالنسبة لمحرك الجراند واغونير، هو محرك جديد بالكامل من جيب، ست اسطوانات بالطول، سعة 3 لتر مع توين توربو، وبسموه لها المحرك الهوراكان. بولد قدرة حصانية بتوصل ل 493 حصان، والعزم 670 نيوتن متر. فعليا يعتبر متوازي لقوة محركات 8 اسطوانات، يعني بفرق قليل، ولكن نسبة الوزن ومصروف البترول راح تكون أقل بكتير. أكيد مربوط بعلبة تغيرات من 8 سرعات أوتوماتيكية، ونظام دفع الرباعي أكيد، لأنه الجيب ما بيبخلوا أبدا بأنظمة الدفع الرباعي. بالرغم من أنه الواغونير أو الجراند واغونير سيارة فخمة جدا، ولكن قدرات الدفع الرباعي على الطرقات الوعرة موجودة وبشكل واضح، وهيدي هي علامة جيب. اللي بيتميز بالجراند واغونير يلي عنا بالشرق الاوسط انه بيتوفر بخزان وقود بيوصل ل 145 لتر تقريبا. اما بالنسبه لفلتر الهواء مزود بنظام بيمنع دخول الغبار والرمل، وهذا الشيء لحتى يحافظ على المحرك عند الدخول الى الصحراء.
وبما أنه الجراند واجنير من عائلة جيب، تم تصفيح أرضية السيارة بالكامل بصفائح معدنية. وأكيد العجلات اللي بتتوفر على النسخة الأعلى هي 22 إنش، أما نسخة الـ 4x4 بتتوفر بعجلات بقياس 20 إنش. بالنسبة لأجهزة التعليق تفاجأت أنه عم تتصرف بطريقة مريحة جداً وهادية، وعم تعطي راحة عالية داخل المكسورة، بالرغم من أنه الجراند واجنير هو مصنوع بطريقة الشاسي وجسم السيارة جاي على الشاسي مثل السيارات البيك أب، ولكن بالرغم من هالشيء الراحة ما زالت متوفرة. والأحلى من هيك أنه عند المطبات ما في عندك صوت حرطقة أو ضجيج عم تدخل إلى داخل المكسورة، هذا أكيد بمساعدة نظام العزل بالأرضية ونظام العزل لحتى ما يخلي صوت المحرك يدخل. بالنسبة لصوت الهواء، الصوت كتير خفيف، وهذا الشيء لأنه المرايا كبيرة لحتى تعطينا رؤية واضحة على الجوانب، وهذا شيء طبيعي. أما بالنسبة للعزل يلي عم بيكون من خلال الزجاج يعتبر جيد جدا. بالنسبة لأنظمة السلامة، بيتوفر أكثر من 120 نظام للسلامة، ومثل ما شرحوا لنا المهندسين انه كل اللي عليك تعمله تخلي ايدك فقط على المقود والجراند واجنير بيقوم بكامل العمليه، ولكن اكيد هذا الشيء نحن ما بنوثق فيه، ومع طول بنخلي عيوننا على الشارع وبنضل منتبهين، لانه التقنيات صحيح جيده ولكن بدك تخلي عينك عليها. بالنسبه للشاشات واحجامها، قدام السائق الشاشة حجمها 23 انش فاصلة 3، بالوسط 12 انش يلي هي من فوق، يلي تحتها 10.25 انش، عند الباسنجر جنب السائق حجمها 10.25 انش. اما بالنسبة للشاشة بالخلف يلي موجودة بالوسط حجمها 10.25 انش، والشاشات الترفيه الموجودين على الكراسي بحجم 10.1 انش. اكيد هالتقنيات بتسمح لك انه ترسل المعلومات من شاشة الى شاشة، من الخلف الى الامام، من اليمين الى اليسار بطريقة جيدة جدا. ونظام الترفيهي بيتوفر بنظام الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، ومثل ما عم نشوف ايضا نظام الماكنتوش، رجعنا لايام زمان لحتى نشوف الابر ولكن بطريقة ديجيتال. بالنسبة للاسعار، رح تبدأ اسعار الجراند واجونير يلي بتتوفر بعدة نسخ، في نسخة مخصصة أكثر للطرقات الوعرة، بيبدأ سعرها من حوالي 485 ألف درهم إماراتي، وبترتفع إلى الطراز القمة ويلي هو حوالي 525 ألف درهم إماراتي. رأيي بالجراند واجونير، التصميم الخارجي بيشبه الجراند شيروكي اللي قمنا بتجربته بوقت سابق، ولكن من الداخل الفخامة فينا نشوفها من دون أي كلمة، الفخامة عالية جدا والراحة أيضا، وما ننسى التقنيات يلي عم بتوفرها الجراند واجونير. بالنسبة للسعر، نعم السعر مرتفع، ولكن خلينا نشوف ردة فعل الزبائن كيف راح تكون، هل راح يحبوا السيارة أو ممكن يفضلوا غير سيارات عليها. على سبيل المثال نحكي عن المنافس الأبرز لها، هو سيارة الكاديلاك الإسكاليد يلي تعتبر رمز للفخامة ومعروفة من زمان وعلى مدى السنوات. هيدي كانت تجربتي السريعة للجراند واجونير، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، بتمنى أعرف تعليقاتكم وبتمنى أعرف آرائكم، وياريت بتشاركونا شو رأيكم بتصميم الجراند واجونير من الخارج ومن الداخل، وحتى المحرك الجديد يلي موجود عليه، مع أنه أنا قمت بالتسارع فيه، المحرك نشيط ومصروفه يعتبر جيد جدا. هلا صار وقت ودعكم، على أمل أن نشوفكم بتجربة جديدة. عليكم معكم.